بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. طبعا في بداية الحلقة نذكر حضراتكم بالدعاء ويعني عمل أو بذل كل ما يمكن بذله من أجل نصرة إخواننا في غزة في هذه الحرب الوحشية التي تمارس عليهم والقتل المستمر يوميا، يعني تقصف الخيام بقنابل ضخمة يعني تخترق الأرض وتعمل حفرة ضخمة جدا. ده غير طبعا أيضا أهلنا في السودان اللي بيعانوا منذ شهور طويلة في هذه الحرب اللي كانت سبب في يعني مجاعة وفي تشريد للناس. فإن شاء الله ربنا يكون في عون أهلنا في غزة وأهلنا في السودان وفي كل مكان إن شاء الله. احنا طبعا في هذه الأيام في رحاب ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يعني ذكرى طيبة من المهم والمفيد إن احنا نتذكر فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم فيها عن سيرته، لعل يعني هذا التعليم من السيرة يفيدنا في حياتنا في وقتنا الحاضر إن شاء الله، وطبعا بالتأكيد هو مفيد. فخلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام طليمة من علماء الأزهر الشريف. مرحبا بك دكتور. يا مرحبا أستاذ، أهلا بك دكتور. يعني طبعا في رحاب ذكرى المولد النبوي الشريف والأمة بتعاني أشد المعاناة في غزة هذه الحرب الوحشية، وفي السودان الحرب الأهلية المستمرة منذ شهور، وفي بلاد المسلمين الأخرى استبداد يخيم على الجميع وظلم مستمر ويمتد عبر الحدود. فدكتور كيف نستفيد من السيرة النبوية في واقعنا المعاصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. لا شك أن المستهدف من احتفاء الناس بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث عن سيرته العطرة وما تشتمل عليه هذه السيرة من دروس وعظات. فإذا كان القرآن قال عن قصص السابقين لقد كان في قصصهم عبرة، وقال عن القرآن بنزول القصص ما نثبت به فؤادك، لتثبيت الفؤاد ولاستلهام العبرة والعظة والاستفادة من دروس الماضي للحاضر والمستقبل. فالسيرة النبوية هي خير تطبيق لهذا القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من فهم القرآن، خير من طبقه، وهو من يعني خير من يشرح ويفسر ويفصل لنا ما غمض وما وجز في حديث القرآن الكريم. فسيرة منها دروس وعظات لحياة الناس المعاصرة، وذلك لأن السيرة بطبيعتها هي تشتمل على هذا الأمر، إنها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. إن الدروس التي فيها والعظات والقصص دلالة على صلاحيتها وأنها قابلة للتطبيق، تقبل التطبيق. يعني من منا يجد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا يشق عليه أن يفعله؟ ربما شق عليك شيء يعني فعلت شيئا منه، لكن مجمل السيرة يصعب عليك التطبيق؟ لا، في المجمل يسر أن تطبق. المهم أن تمتلك الإرادة والعزيمة على الاقتداء والتأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، لأن السيرة النبوية في إطارها لعلاج المشكلات ضربت نماذج حقيقية لم تكن فيها مجاملة. يعني من أهم ما امتاز به السيرة النبوية أنها سيرة لا سرية فيها، ما فيش فيها سرية، ما عندناش في السيرة النبوية مساحة مكتوب عليها توب سيكريت، ممنوع الاقتراب والتصوير. لا، هذه السيرة نقلت إلينا أدق ما يرد عن إنسان ومما لا يريد الإنسان أن يذكر عنه، وده بيدينا درس في إني السيرة صالحة ودروسها تفيد الأمة في واقعها في حاضرها ومستقبلها. إن هذه السيرة لم يخفى عنا فيها شيء، ما فيش حاجة استخبت عنا فيها، بالعكس ده ذكر فيها ما نحب وما لا نحب. يعني حتى الأشياء التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفيها القرآن لا يعلنها. يعني قصة سيدة زينب بنت جحش التي كانت زوجا لزيد بن ثابت رضي الله عنه، والفروق الاجتماعية لم استحالت العشرة بينهما، ومع ذلك طلقها وأمر القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. من المتحرش في هذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن يقول إيه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طب هو عايز يخفي، ربنا يبدي ليه؟
لأني ما بداخل هذا النبي وما بخارجه هو تشريع ودين لا يملك أن يعزله عن الناس ولا أن يخفيه عن الناس. وده بيدينا وضوح وشفافية المواقف لعلاج مشكلاتنا، لأن العلاج بعلاج إمتى؟ لما يكون ناجع مجرب. الطبيب اللي بيقول لك أمين بيقول لك ما لهذا العلاج من إيجابيات وسلبيات، وكل هذا متوافر. الشفافية دي متوافرة فين؟ والتجربة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنشوف الشفافية دي في موقف مهم زي ده، بل آيات العتاب في القرآن الكريم، وهذه الآيات والمواقف هي دلالة واضحة على أن هذا القرآن من عند الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكتب منه حرفا. وإلا وأنا لما أكتب كتاب يا أستاذ طارق أنا مألفه، أقول العتاب اللي يجي لي لا يعني أنا أقول والله عفى الله عنك لما أذنت لهم، كل آيات العتاب وتغفر نفسك ما الله مبديه. أنا لو أنا المؤلف الكلام ده طب أنا أشيله أتجمل. سيدنا رسول يقول سيدنا عمر يعني لو نزل عذابه من الله ما نجا إلا أنت يا عمر في أسرى بدر، وينزل آيات عتاب. فده دلالة على شفافية هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى شفافية العلاج الذي جاء به. ولذلك العلاج اللي زي ده مجرب واضح هو خير علاج لمشكلاتنا المعاصرة، سواء كانت مشكلات سياسية اجتماعية حياتية. بل القرآن يبين أعظم مشكلة أسرية أو أسرية يتعرض لها رسول أو نبي، حديث الإف، من يتحمل وهو في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتزوج من في مقام عائشة رضي الله عنها عليه السلام أن يخاض في عرضه. والخائضون أهل نفاق اللي حرضوا، والذين وقعوا سذج أو بسطاء من الصحابة وقعوا في الأمر، وتحسبوه هينا وعند الله عظيم، من الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. آيات ويظل رسول أياما أعنف مشكلة في أي بيت حينما تتعلق الأزمة والمشكلة بالشرف، يعني ما فيش فلوس، في مريض، في كذا، لكن يتعلق الأمر بالاتهام بالخيانة بالباطل أو بالحق في أي أسرة، ده أعظم شرخ يعني ينهي الحياة الأسرية. ومتخيل النبي صلى الله عليه وسلم طالع يقابل الناس يوميا خمس فروض في الصلوات وفي غير والناس، والكلام بيدور على ألسنة المنافقين. من يتحمل ذلك؟ ولم نسمع في ذلك أن والله فلت منه حاجة أو تعصب على حد أو، وده أمر كفيل كفيل عند أي إنسان يخليه يفقد توازنه لفترة. لا، هذا لم يحدث. وسيدة عائشة في غفلة لا تعلم إلا فين لما وصلها، وينزل القرآن كأنه يبرئها. الشاهد هذا الوصف الدقيق للحادث في أي سيرة، في سيرة مين؟ ده أنت بيبقى عندك حرص عند أي زعيم مهما بلغ من الشفافية، يقول لك أنا ديمقراطي ورجل حر ومنفتح وظاهري كباطني، يجي عند مساحة معينة ولا يمكن. كلنا كده بالمناسبة، في المشاهير والزعماء بس، أي بني آدم في مساحة لا يقبل إلا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. في الشفافية في كل ما يذكر عنه، والعموم كل ما يذكر عنه يجي لنا غضب، يروى لنا ما لماذا غضب وموقف الغضب، رضي موقف الرضا، حزن موقف الحزن، فرح موقف الفرح، فقد الأبناء البنات البنين والبنات، رزق البنين والبنات، كل ده نقل إلينا كاملا، انتصر، هزم ومعه الصحابة في أحد، يجاب سلوكه وهو منتصر وهو مهزوم في معركة حربية، مع ذلك بكل شفافية. حتى الفعل البشري لما قابل وحشي
قاتل حمزة رضي الله عنهما، فالنبي قال له إيه؟ يا وحشي إن رأيت أن تغيب عني وجهك، لأنه بيفكروا وكان عمه الحمزة مش عم بس، الناس ما تنتبهش إن سيدنا الحمزة أخو الرسول عليه الصلاة والسلام في الرضاع، أخوه في الرضاع. ولذلك ده من الأشياء اللي برضو ممكن نتناولها، علاقة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمهات أو أمه من الرضاع، أيوة، وإخواته في الرضاع، اليتيم اللي مالوش أخ شقيق لا من أب ولا أخ من أب ولا من أم، من رحمة ربنا بيه أكيد تكون في حد رضعه، ده بيوسع دائرة إيه؟ الإخوة والأخوات. من عند سيدنا الحمزة مين اللي أرضعته؟ طويبة جارية أبي لهب اللي اعتق أبو لهب، وده كان إذانا بأن هذا النبي جاء لينهي الرقة والمظالم، إن أول ما اتولد انتهى رقة واحدة، وكان صلى الله عليه وسلم يسأل عنها وهو مهاجر في المدينة، وأسأل عن ابنها الذي رضع معه وبلغوا أنها ماتت ومات ابنها، فقال هل لهم من أهل؟ قالوا لا، وخلاف ماتت مسلمة أم مشركة، حد أي لدرجة إيه بيسأل عن الست اللي رضعته صلى الله عليه وسلم. فهنا اللي قال لي وحشي إن رأيت أن تغيب عني وجهك، طب ده تشريع؟ لا، ده موقف بشري، شخص حزين لأنه بيقابل من قتل عمه وأخاه في الرضاع، طب ده يبنيه ليه؟ قال إن ده دين بالنسبة لنا عشان نميز، لو ده تشريع درجته إيه؟ سنة، واجب، حلال، حرام، يجوز، مكروه، فيهم. وده اللي خلى أحد اليهود قال لسيدنا سلمان الفارسي يا سلمان هل علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ يعني حتى تقول دولة الخلاء؟ قال أجل، علمنا نبينا كل شيء حتى تقول الخلاء، دلالة على إني لا ما بيسيبش حاجة. القرآن يذكر لنا مواقف ربما لو أي حد آخر لو عنده حرية التصرف في الموقف ما يحكوش، منه موقف عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن مكتوم كان رجلا كفيفا، والنبي عليه الصلاة والسلام من ذوقه في الكلام ما كانش يسمي الأعمى أعمى، كما في صحيح مسلم أنه قال لصحابته تعالوا بنا نزور أخانا فلانا البصير، وفقد البصر لكن عنده البصيرة، يعني البصير، وده بتنتشر بيننا في الأرياف ويقول لك فلان بصير عشان كلمة أعمى أو ضرير ما تجرحوش يعني. ف عبد الله بن مكتوم رجل بصير، فأراد في مكة الكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع عدد من سادات قريش يدعوهم للإسلام، ودي فرصة لأن الناس على دين ملوكهم أو على دين سادتها، ساستها وسادتها. فلما واقف مع كبار القوم السادة لو أسلموا لأسلم بإسلامهم خلق كثير، إن هم مكتوم تعب إلى أن وصل إليه ثم أمسك بيدي وقال يا رسول الله علمني، فالنبي على صوته قال له إيه؟ انتظر استنى، يعني أخلص اللي في إيدي وأفضلك صلى الله عليه وسلم. فألح يا رسول، لأنه مش شايف، هو ظن إن النبي صار فاضي وإنه مش مقدر الإيه الحاجة اللي عنده، ودايما يقول لك صاحب الحاجة لا يرى إلا حاجته. قال له يا رسول الله علمني، فقال صلى الله عليه وسلم انتظر، فقال يا رسول الله علمني، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم، عبس يعني إيه؟ صلى الله عليه وسلم عمل إشارة بالوجه كده كده بس، لا قال له انت مش شايف، قلت لك استنى ما تهدى شويه اثبت اعمل، لا خالص، ده ما قالوش حاجه، ده حركه بالايه؟ اشاره بالوقت. وهو اصلا بس. يعني هو اصلا كفيف دكتور يعني، فلا يرى الحركه. يعني تعالى دلوقتي، طيب سبحان الله، اللي يتاذي من فعل بالاشاره
لو واحد كفيف هيشوفها؟ لا، ما فيش فعل باليد صحيح، ولا قول، ولا قول صح. طيب هنقول ان انسان مش كفيف مبصر لكن ظهره ليا، وعملت الحركه دي الاشاره دي، هل شعر بشيء؟ لا لا. او هو غايب عملت يشعر؟ لا. طيب موقف الناس تشوفه كده يعني طبيعي، واحد ألح فزهقني فمسكت نفسي كظمت غيظي فعملت حركة يعني كلحت بوجهي، إيه الأزمة؟ ينزل مش آية، صورة واسمها عبث، الآيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ممكن واحد يسأل هنا، قال لا أنت لسه من شوية قايل النبي عليه الصلاة والسلام بنقول للأعمى البصير، القرآن يقول أعمى ليه؟ أما ربنا يقول زي ما عايز، إنه خلقنا سبحانه وتعالى، وبعدين إحنا ممكن نزعل من البشر لكن ما نزعلش من رب البشر سبحانه وتعالى، لما يقول على الأعمى والمريض وكذا ما عشان بس الناس ما تتصرفش لك إزاي، لا المسألة مختلفة. عبس وتولى جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى إلى آخر الآيات. يعمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ابن أم مكتوم لو عاش ومات على الآيتين دول، هو وأسرته وكل أحفاده إلى أن يرث الله الأرض من عليها يعيش عليه. سبحان الله. طيب ويكفي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ معه في الاعتبار ويحتضنه أمام الناس ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. أي نعم. طيب في موقف محدش شافه، ده هما الاثنين. طيب وبعدين يسكت عن كده؟ لا، ولما يروحوا المدينة يجعل أحد الأذانين، واحد للإمساك بتاع بلال واحد للتنبيه اللي هو بتاع ابن أم مكتوم، في رمضان في أذانين للفجر، ابن أم مكتوم ده تنبيه وبلال ده بتاع الصلاة، الناس تنسى بس كده؟ لا، ثم ولاه مرتين على المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام كان من سلوكه إذا ذهب إلى غزوة يسيب المدينة في إيد مين؟ ففلان هو يتولى المدينة، ولاه مرتين. ده إيه؟ لأني إذا لما أجي أقول على سيرة زيدية نستلهم منها من في اللي حاضرنا ومستقبلنا، نعم تستحق. وبرضه لما تقرأ في أول سورة المجادلة أو المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سيدة عائشة بتقول أنا كنت في الأوضة اللي جنبهم. عارف يعني إيه البناء البسيط القديم وهي حائط بس اللي بين الطرفين ولم تسمع؟ سمعت؟ والقرآن يسجل. طب ده حوار بين اثنين، بس قضية متعلقة بإيه؟ تشريع دين. هنا يعني برضو ده من الأمور اللي بتبين وتدل على مدى أهمية وقيمة ما يعرض من السيرة النبوية المطهرة. أي نعم، جزاك الله خير دكتور والله، ويعني طفت بنا في مواقف من السيرة الحقيقة، يعني الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشرح الصدر والله ويجعل الإنسان سعيد. يعني دكتور لو هناك يعني توصية نتعلمها من السيرة فيما يخص مسألة يعني وحدة الأمة في هذا الظرف، يعني السيرة النبوية مملوءة بالدروس والعظات، ومن أهم ما فيها في قضية وحدة الأمة خطبة الوداع. أي نعم. وما كان من قبل حينما أراد أن يوقع بينهم ابن سلول، استعمار دائما وأداء الإسلام دائما يدوروا على مواضع الاختلاف في الأمة تفرق بينها. فهو صلت واحد كده يقول هو يا جماعة الحرب من الأوس والخزرج من انتصر؟ واحد قال الأوس واحد قال الخزرج، ويذكرهم بأبيات اتقالت. دائما أكثر حاجة تقلب الماضي، إذا مش لاقي في الحاضر موقف ولا قال له هو عمك اللي قتله مين؟ مش اللي الفلانية، بس اثرت ناسي ولا قتله عويس ولا مخيمر؟
وقتلوا ازاي صحيح؟ انت يا عم ايه الناس ويبقى ناس اتصالحت وخدوا الديه وخلصوا واحد يقلب بقى في الايه؟ يلغوص في القديم بقى بنسالوه لغوص عشان ايه؟ يعكر. انت عارف هنا في قاعده، في واحد بيعكر الميه اللي يصطاد، وفي واحد بيصطاد في الماء العكري، يعني الماء عكره فيصطاد، في واحد لا الماء الصافيه يعكرها عشان يصطاد. فهو عكر الماء الصافيه لان بص كده يعني اكل الاسلام كبده. بص قال لك سلمان منين؟ فارس. صهيب رومي. ابو بكر قرشي. سعد بن معاذ من المدينه اوس، يعني من الانصار. ايه اللي جمع كل الاجناس دي؟ محمد صلى الله عليه وسلم ودينه محمد. فدي بالنسبه له لا صعب على نفوس النفاق. لا نشتت ده. وحصل اني اختلف اثنين الرعاة بتوعهم الخدم بيسأل الكفان بتاعتهم ولا الابل، فاختلفوا. فقام ابن سؤال قال لي سمن كلبك ياكل. اللي بقى يتقال دلوقتي ايه؟ يا غريب خليك اديب، مش كفايه مصابتينكم في بلادنا؟ نفس الخطاب العنصري بتاع منافقين من زمان. لا ينصر نفاق خطاب العنصريه في بلد الا اهل نفاق. العنصريه لا تاتي بخير ابدا، وليست من اي دين. اي دين سماوي لا يوجد فيه هذه العنصريه، انما هي من اتباع المرض والهوس. طيب قاموا اما قال لهم مين بقى اللي عمل ده؟ خلاص طب تعالوا يا جماعه نعيدها من جديد، احنا مش عارفين من انتصر الاوس ولا الخزرج. واتفقوا يتقابلوا في الحره بالسيوف. وترامت الانباء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك الفريقين وقد وقف بينهما ويقول هذه العبارات: الله الله، ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم؟ الله الله، اتعودون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ كفارا يعني متفرقين. لان القران سمى للوحده ايمان والفرقه كفر. قال تعالى في سوره ال عمران في ايه: واعتصموا اكفرتم بعد ايمانكم. يعني ايه؟ اتفرقتم بعد وحدتكم. دلاله على خطوره التفرق وعلى عظم الوحده. ففي حجه الوداع ان خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس، ان الشيطان قد يئس ان يعبد بارضكم ولكن لم ييأس في التحريش بينكم. ده اللي بيعمله الاستعمار معانا، يطلع من البلد دي يسيب حته كده في النص بين كل بلد وبلد. مصر والسودان حلاب وشلاتين، مصر وليبيا مش عارف ايه الواحد هنا، قطر والبحرين قلعه الزباره، مش عارف السعوديه والامارات مش عارف ايه، ايران والامارات كم جزيره مش عارف ايه، المغرب والجزائر الصحراء، في كل حته يطلع يروح سايب لك اللي هم بينهم وبين بعض. الغرب ده خاضوا حروبا قتل فيها ملايين، ومع ذلك بتلاقي بيت نص في بلد ونص تاني في بلد التاني، والفرق بينهم خط مش صور. انما احنا فالحين فلاحه ملهاش اول من اخر، صور بيننا وبين غزه. قد ايه؟ طول بعرض وتحت الارض وفوق الارض. نعمل تحت الارض ونباهي يا جماعه ده احنا بالصلاة على النبي، ده احنا دمرنا قرى عشان المساحه اللي بيننا وبينهم. لكن مع الاعداء لا. تلاقي كل هؤلاء الناس مع المحتل السابق حبايب. تلاقي في الجزائر حزب فرنسا. تلاقي في مصر ناس مع الامريكان والانجليز، يعني اساتذتهم. طب ده كان المحتل بتاعه. ويطلع لك جاهل يقول لك الاحتلال العرب لمصر. يا اخي خيبكم الله. ده ما حدش عمل كده مع اللغه اللي احتلته. لكن للاسف هذه المخططات الاستعماريه بتلقى رواجا وتعمل عملها في بلدان المسلمين للاسف. جزاك الله خير دكتور. ان شاء الله ندخل في الاسئله سواء المكتوبه يعني او الاتصالات الهاتفيه. في اخت سائله بتقول ان هي طالبه، هي من محافظه البحيره وبتدرس في اسيوط.
فبتقول انها يعني بحكم دراستها بتقعد شهرين في اسيوط لحد ما تنزل اجازه البيت. يعني الاخت لها سؤالين دكتور. السؤال الاول بتسال على مساله ان والدها هي عايز تلبس النقاب ولكن والدها رافض انها تلبس النقاب وقال لها البسيه في اسيوط لما تروح الجامعه يعني ولما تيجي هنا العيد تاني. فسؤالها الاولاني هل ينفع كده ولا لا؟ والسؤال الثاني لما بتسافر بالقطر بتركب قبل الظهر وبتوصل بعد العشاء فتعمل ايه في الصلوات داخل القطر يعني؟ السؤال الاول لا يعني هي مساله النقاب هنا بيعتمد على القناعه التي لدى الاخت الكريمه بمساله الوجه. هل الوجه عوره ام ليس بعوره؟ فإن اقتنعت بالرأي الفقهي ديانة أن الوجه عورة فأصبح لا يحل لها شرعا أن تكشف وجهها. خلاص والدي بيقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بقناعتها. إلا لو مسألة هتصل إلى نزاع وقوم في خلاف تأخذ برأي الفقهي الآخر. إنما بحوار مع الأب يا والدي أنا مؤمنة بالرأي الفلاني وعلى الأب أن يحترم رغبة ابنتي خاصة إني قبل أن يترتب عليه ضرر ولم يترتب عليه ضياع فريضة أو مصلحة من المصالح في الواقع يعني. إلا بعض الجد حاجة تانية نتكلم على اللي إحنا الفتوى بنت واقعها نتكلم عن واقع معين في بلدنا وعيد في بلد دي النقاب عادي الناس يعني من طبائع المجتمع في بعض شرائحه. طيب الأب لا يعيش مكان بسيط مكان لا يتلبس يتقلع إلا لو مالك لأن النقابة ليس بفريضة في النهاية بتنفذ شيء من النوافل أو الفضائل فهي حرة فيه. السؤال الثاني الصلاة يتركب القطار من قبل الظهر يوصل بعد العشاء. أنا أن عندها أربع فروض جايين عليها هنا بتصلي في القطار داخل القطار نفسه داخل القطار متجه للقبلة إن استطاعت قطار في لحظات معينة يعني أزل ولها أن تجمع تصلي دكتور يعني تصلي وهي قاعدة في كرسي القطار ولا إذا ما عرفتش تصلي واقفة خلاص تتجه للقبلة وتصلي قاعدة إذا استطاعت لأنها عشان تقف وتركع وتسجد مستحيلة يعني أقل وقفة فرمالة هتلاقي نفسها واقعة على رجالة قدامها وستات بتأذيهم فلا تطلب الأذى يعني في هذه الحاله دكتور اذا كان في ثبات واقف مكان تقدر تصلي تقوم وتقف احيانا وقف في محطه ولا حاجه مساله طب التحرك القطار او السياره مثلا وطبعا ده يعني اتجاه القبله بيكون مش مضمون بشكل كبير يعني بتجتهد قدر استطاعته لا حق عليه ان شاء الله. معنا الاخت ام ايمن من مصر. ام ايمن اتفضلي. اميمه عفوا استاذ اميمه اتفضلي. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك يا استاذ طارق؟ تحياتي ليك وللشيخ عصام. الله يكرمك. عندي سؤال والله للشيخ ممكن؟ اتفضلي طبعا. يا شيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ انا عاوز اسال على سؤال على البنك انا دلوقتي هحط فيه مثلا 10,000 جنيه. هيديني فيزا اسمها فيزا مشتريات وادخار. هحوش انا دلوقتي كل ما هاخد هيديني بالفيزا دي كل شهر هيديني فيزا ب 5,000 جنيه. يديني يعني 5,000 جنيه في الفيزا. هسدد ال 5,000 دي بعد شهرين يعني خلال 60 يوم. فانا هاخد كل ما احط فلوس هاخد 5,000 جنيه. دلوقتي انا هيبقى ايه هيشغل البنك هيشغل الفلوس وهيبقى فيها ربح. الربح دي مش ثابت ربح يعني الربح ده متقلب يعني مره يبقى 5% مره 10 مره 50. فانا لما هاخد فلوسي لما هسحب الفلوس من البنك هاخد الفلوس زي ما هي. الربح ده انا هتخلص منه عن طريق صدقه او اي شيء يكون. الحكايه دي فيها شبهه؟ طيب خليك اسمع البنك ده بنك ربا ولا بنك ايه؟ استاذه اميمه ايوه مع حضرتك. الشيخ بيسالك عن بنك ربا ولا بنك اسلامي؟ والله انا لسه ما حطيتش يعني بس انا ان شاء الله هحط بنك اسلامي. تمام.
نعم هي بتقول دكتور انها ناويه تحط في بنك اسلامي يعني ان شاء الله. اه طيب ماشي. اه طيب بس كده في ولا في حاجه ثانيه في السؤال؟ لا هو ده كده خلاص يعني فيها شبهه. هجاوبك حاضر. لسه ما جاوبتش احنا لسه بنسالك. اتفضل دكتور. طبعا المساله هنا بتختلف على البنك اللي بحط فيه، اذا بنك اسلامي والمساله مختلفه يعني متغيره على حسب المكسب والخساره تزيد وتنقص، ف وفي رقابه شرعيه بتدقق خلاص فالمعامله جائزه شرعا. اما اذا كان بنك مش اسلامي لكن برضه بتتغير تزيد وتنقص والمال يوضع في هذا البنك في استثمارات حلال يبقى يجوز ايضا. يعني احنا بس بنقول الفرق الاسلامي ليه؟ لانه الاسلامي متغير، الثاني البنك لا ثابت. انا افترض بنك مش اسلامي عمل نفس المعامله ما اقدرش احرمها. احنا مش عشان حافظ مش عشان اليافطه بس، اليافطه جزء ولكن الاهم الفعل اللي داخل البنك ايه اللي بيتعمل. خلاص لكن سؤالها ان بنك اسلامي جائز وطلع عليه الارباح صدقه، انا مش فاهم عايزه تطلع عليه الارباح ارباح تطلعها صدقه، ده لو عايزه تتصدق من دماغها عندها، انما هو متحرجه ان ده هيبقى حرام، لا هي مش حرام. ده لو بنك اسلامي. ماشي، انما السؤال هتحط في طرف الفيزا ايه؟ ما هي دكتور هي الفيزا دي اللي هي بتبقى يعني هي فيزا يعني كريدت كارد بيتحط مبلغ، يعني هي تحط 10,000 هيتحبسوا ال 10,000 مش هتعرف تاخدهم غير لما تلغي البطاقه دي، وبيهم والبنك بيدي لها قيمه المبلغ اللي دفعته وتشتري بيه وتسدد اخر الشهر يعني. ماشي، من غير غرامات تاخير، هي تسعى بانها لا تقترب من غرامات التاخير حتى لا تقع في الايه؟ في شبهه الحرام. اي نعم. جزاك الله خيرا دكتور. دكتور في اخ يعني احد ابنائنا يعني عمره 12 عام له سؤال بيقول ان هو يعني بيلعب مع اخوه الصغير، فاحيانا من ضمن الالعاب ان هم بيركبوا على ظهر بعض، فبيسال هل في حاجه شرعيه في هذا الامر؟ يعني حلال هذا الامر ولا لا؟ لا المساله مش فيهاش حل وحرمه، ما اصل في اللعب على ركوب على ظهر بعض ممكن ولد يركب على ظهر ابوه. ما دام ما فيش فيه شيء محرم والاولاد مش في سن ما فيش فيه شبهه الفعل نفسه ولا في نيه الشهوه ولا الشيء المحرم، اللعب اللي بيتلعب ده العاب طبيعيه براءه الاطفال طبيعيه لا شيء فيها. بيمنع الفعل اذا اقترن بمحرم او يؤدي الى محرم. ممكن ده مدخل يعني بعض الناس ممكن ده يتعمل يعني يبقى يصل مثلا ولد واخته لعبوا اللعب ده وهم صغيرين جدا اطفال عند سن معين لا تبدا المساله يبقى فيها شيء من الايه؟ الابتعاد، لاني مش عشان ده محرم في لذاته لا للي هينتج عنه. في سن معين بيمتنع تلامس الاجساد مع الاولاد والاولاد او الاولاد والبنات، لان معناه بيبقى في هذه المرحله ممكن يتطرق الى الفعل شبهه او خطا، ما بيبقاش الفعل محرم لاصله لذاته بل محرم لما ينتج عنه سدا للذريعه، لكن في سن صغير ده لعب. اي نعم. في اخ سائل دكتور بيسال بيقول هل ما يحققه الانسان من نجاح مهني ومالي يعلمه اهله من الاموات ام انهم يعلمون فقط الاعمال الصالحه التي يعملها؟ مساله خلاف كبير بين الفقهاء والعلماء، لان عالم الغيب عالم لا يمكن ان نتحدث فيه الا بدليل او بنص. ايوه هناك خصوص ان بيعلمه، بس بيعلمه بايه؟ باشياء معينه بما يسمح به الله سبحانه وتعالى. في ناس يقول لك لا يعلموا بشيء لان خلاص انقطعت صلتهم بالدنيا. فلا نتوسع فيما وبيعلموا بيشعروا بنا لما ننظرهم. لكن اذا هم في القبور وحاسين باللي بيجرى لنا واللي يحصل لا الا اذا كان باذن الله وقدر الله بعض ورب بعض اشياء، كما في الحديث الصحيح البخاري سيدنا ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم بتاع حديث الخلع المعروف يعني لما مات، وده جاء في رؤيا، لو المساله ان الكلام ده لا لكن هي رؤيا والرؤيا جزء من ايه؟ من 36 جزء من النبوه. النبوه جزء من 36 جزء من بقي من الرؤيا الصالحه كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو كان فيه بينهم وبين الجيران الحيطان كان فيه مسافه صغيره كده بين الحيطين. فمات لاهل سيدنا ثابت قطه، في قطه ماتت وقعت بين الحيطين ماتت. محدش شاف. فاتهموا بها جيرانهم وعمل قطيعه وخناقه، لا انتوا خدتوها
انتوا اخذتوها هي فين سرقتوها اللي ممكن بيحصل في الحالات دي لعب الاولاد يعني. فاخبرهم في المنام بمكانها فبصوا لها فعلا. فده برضو من ادله الايه، هل بيعلموا ولا ده وحي من الله ولا ده رؤيا وما لهاش علاقه بالميت فقالهم هم ليدل لهم. خلاف خلاف كبير في المساله، لكن ما نقدرش نتوسع بهذا التوسع. واي حد يتكلم في عالم الغيب لابد ان ياتي بما يقول بدليل، لان عالم الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، والغيب لا يعلم في عالم الشهاده الا بوحي. اتكلمني عن الموت، حد يعرف الموت؟ لا، يبقى هات لي دليل. ما تقوليش الموت ده رعشه بتيجي للانسان ويموت، منين تعرف؟ الروح، تقوليش الروح والله لا وزن لها او ليها وزن، منين تعرف؟ اصل وزننا ميت قبل ما يموت ووزننا بعد ما مات لنا وزنه قل. طب يمكن عشان يعني كان في اكل طلع ولا عرق عرقه مثلا، يعني منين نعرف؟ ده عالم الروح. الروح دي ايه؟ قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. العلم في امور يقف امامها عاجزا النفس البشريه، فبقى تلاقي بني ادم قايم على سجاده الصلاه فجاه تلاقيه يشتم ويشرب ويلطش بايديه، واحد جاي من الحج واكل ورث اخواته البنات، وتلاقيه في الحج خاشع متبتل بيعيط ويبقى يكاد الحجر الاسود يبيض من كتر دموعه. طب ايه الحكايه؟ ضابط امن دوله بيعلق الناس وينفخ فيهم، ومن اشد الناس برا بابيه وامه، لو ضفر لابوك كذا تلاقيه بسرعه بسنانه يقرقضه، ويقابل الاطفال يلعب ويتنطط وحبايبي، ويعني قلبه قلب خصايا. عند ما يروح المقر بتاعه يتحول مجرم بايه؟ نفس بشريه. النفس البشريه بما بداخلها من تناقضات، ويقعد علم النفس يجيب ويمين وشمال اجتهادات. نحترم هذا العلم على راسنا، بس تظل في النهايه النفس البشريه بتناقضاته. وتلاقي ظالم ضابط امن دوله بيلف تهم لاي حد او ضابط شرطه، وجي عند واحد كده صعب عليه قال له مروح يا حاج، ايه الحنيه اللي طبت على قلبه دي؟ ما انتش عارف. حمزه البسيوني نموذج مثلا، يقول لك كان حيي جدا ومؤدب جدا اللي عاشروه، دكتور عبد الرحمن بدوي والاستاذ فتحي رضوان، قالوا احنا لا عبد الرحمن بدوي بيقول كان زميله في الجامعه، وفتحي رضوان بيقول كان يعرفه، قال ما كانش بهذا الشكل، مش عارفين اللي بيتكتب عنه ده شخصيه غير اللي نعرفه. بعد ثوره يناير صديق لينا كان قابل زميله له في شغل معين، فشاف جوزها قال لي ده جوزك؟ قال لا، ده اللي عذبني في امن الدوله، انا جوزي يعذب ده ملاك، الملاك ده بيعذب لا يمكن، ده افترى منك. قال لا والله العظيم ده عذبني انا شخصيا. شوف البيت ايه؟ يعني دي النفس البشريه. فلذلك الحديث عن النفس، الروح، الموت، عذاب القبر، الصراط، الجنه، النار، ده غيب. كل هذا الغيب لما نتكلم عنه لابد من نص او وحي أو تجربة بدن الإنسان، عقله، روحه، بتجارب، بنحاول تجارب على قد ما نقدر، إنما ما نتكلمش فيها بدون إيه؟ علم، خاصة ما كان من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. أي نعم. معنا الأخ أبو عمر من مصر. أبو عمر اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نحبكم في الله حبا كثيرا، ونحب الشيخ عصام حبا كثيرا في الله. أحبك الله. الله يبارك فيك. مات وترك بنت عندها واحد حوالي 20 سنة، وولد عنده حوالي 17 سنة. تمام. وطبعا يعني له يعني أموال بسيطة يعني، وطبعا كان يعني تارك الزوجة مطلقة وهي تزوجت من زوج آخر. والسؤال، من الواجب عليه الصرف على أولاد الميت؟ طبعاً في عمته يعني بتحاول تساعد، فهل ده واجب عليها؟ لان هم بيطالبوها بان هي واجب عليها ان هي تصرف عليهم. اللي هي عمه الاولاد جدتهم دلوقتي،
عمة الأولاد. تمام. هم قاعدين مع جدتهم اللي هي أم أمهم. تمام. وطبعا والدتهم تزوجت من زوج آخر، ويعني هي عايشة حياتها مع الزوج الآخر. طيب خليك يا أخ عمر معنا. فهل واجب على العمة؟ فضل. تمام خليك معنا دكتور، السؤال وضح لحضرتك ولا؟ فضل. طبعا. فضل دكتور. لا طبعا العمة هنا لا ترث، يعني هي أصلا العمة ما هيش عصب. يعني العمة هنا يعني الكلام ده لو عم النساء بوجه عام ما بيجيبش عليها النفقة. وجه عام بالمناسبة، إلا البنت مع أبوها. إذا الأب ده مقطوع مالوش يمين والبنت معاها، أنت ومالوك لأبيك. أيوه. قصة تانية. إنما المتوفى ترك مالا زهيدا للولد والبنت. هنا على من يجب النفقة؟ على أقرب شخص يرث في هذه الحالة. مين يرث؟ من جهة الأب. طب العمة ظروفها إيه؟ لا نعم، لكن العمة ما هياش أيضا ليس ممن يجب عليها النفقة. لازم ندور على العصب اللي لو النهاردة ثم النفقة هنا واجبة على زي ما قلنا الشرع رابط الإرث والنفقات بنظامه، هو الإرث والنفقة نظام مرتبط، نظام مالي مرتبط ببعضه. لذلك النهاردة لو الولد مش موجود والبنت اللي لها عم، العم ده هيورث ولا لأ؟ هيورث. طيب مات الأب وترك عم والأولاد فقراء صغار، الملزم بالنفقة العم لأنه يرث، لأنه إيه؟ يرث. فهو نظام النفقات في الإسلام مرتبط بالمسألة دي. ذلك بعض الناس يقول لك النهاردة لا هو في عم بيصرف، لا الورث تاخده البنت لوحدها. لا، عرفتوا ليه يا جماعة؟ إن إحنا بنقول يا جماعة ركزوا في الأمور دي شوية، لأن نظام الإرث مرتبط بنظام النفقات. مرتبط. كون ان في ناس ما بتطبقوش دي قصه ثانيه. فهنا العامه يعني مش عارفين يعني هل في درجات اقرب ولا لا، ولا هي ما فيش اقرب من كده، ولا يوجد من عصب الرجال في العيله. دي مساله، لكن لا نصل نحكم على العامه انها واجب عليها الا اذا كان عندها مال تتصدق عليه، لكن ليس من باب الوجوب، او تعطيه من الزكاه ان كان عندها زكاه. يعني برضو خلينا نوصل لنقطه مهمه، إذا كانت لا يجب عليها النفقة لكن وسع الله عليها والولاد ده حالهم والأم سابتهم ومشيت وعندي مال زكاة، يبقى أولاد الأخ دول أولى بزكاتي من غيره، عندي صدقة يبقى هم أولى بها. فما نحصرش المسألة في النفقة عشان من إيه، لكن ممكن مش واجب عليها النفقة على حد، لكن عندي مال زكاة ساعتها بالأقربون أولى. لكن الإلزام بالنفقة دي مسألة محتاجة ننظر فيه سلسلة الأقارب والدرجات في القرابة. يعني في سؤالين دكتور خاصين بصلاة السنة. السؤال الأول أخ بيسأل بيقول هل يجوز لي أنه يصلي السنة القبلية بعد الفرض لو ما لحقهاش، خاصة الفجر يعني القضاء يعني السنن تقضى. السنن كما الفرائض تقضى، السنن تقضى لا مانع، لكن هي مش من باب الوجوب لأن هي سنة بالأساس يعني، لكن من باب الأفضلية والأولى حتى لا يحرم الإنسان من أجره. أي نعم. السؤال الثاني أخت بتقول إن أنا عايز أسأل الشيخ لو أنا صليت السنن بعد الفرض هل ده ممكن يعوض عن الصلاة اللي فاتتني قبل كده ولا لازم أصلي الصلوات اللي فاتتني؟ طبعا ده رأي يميل إليه ابن تيمية وابن القيم بعض الفقهاء، إني اختلاف في قضية من ترك عددا من الصلوات هل يقضيها أم بالتوبة. يعني عنده صلوات 10 سنين مثلا وتاب إلى الله، يقضي 10 سنين ده رأي بأي كان بقى، يقعد يصلي على قد ما يقدر ولا يقضي مع كل فرض على مستوى السنين ده نفسها. وفي رأي قال لك لا، تاب غفر الله له، يعوض ذلك بصلاة النوافل والسنن يكثر منها لتكون جوابر لما قصر فيه. أي نعم. الأخت سهام من مصر، أستاذ سهام تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. صيغة الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة اللي هقولها لحضرتك دي تجوز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم كما ينبغي لجلال الله وكما ورضاك وعظيم سلطانك.
وعظيم سلطاني. اي نعم. طيب والسؤال الثاني، لو ليا بنت كبيره وابن اخويا الصغير 10 سنين ليحسن القراءه، يكون وضعنا ازاي واحنا بنصلي؟ شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور الاخت سؤال، السؤال الاول عن مساله صيغه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هي قالت، يعني الصوت قطع كلامها. ايوه، هي بتقول يعني مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، تزود مثلا، ممكن تقول عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، او تقول اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا ابراهيم. لا مانع كل هذه الصيغ. واحد اجتهد اللهم صل على سيدنا محمد، عدد الرمال، عدد الحصى، اللهم صل على، لا مانع كل ده ما دام لا يتعارض مع ثابت من ثوابت الشرع. اي نعم. زي لما النبي عليه الصلاه والسلام دخل وجد الفتاتين اللتين تغنيان بغناء يعني في يوم العيد مع سيدة عائشة. اي نعم. سمعت مدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال توفينا رسول الله يعلم الغيب، قال لا يعلم الغيب الا الله. كل مدح برسول الله صلى الله عليه وسلم او صلاه عليه، دعاء له وصلاه عليه بما هو من الشرع لا مانع شرعا. انت حافظ صيغه مش حافظ، صلي باللي متيسر لك، كل ده جائز ما دام ما بقولش حاجه تتعارض مع ثابت من ثوابت الشرع. ايوه. سؤالها الثاني دكتور، انها لها بنت كبيره ويعني ابن اخ عمره 10 سنوات، لما يكون موجود في البيت هل يجوز ليه ان هو يصلي بهم امام ولا يصلي معهم؟ اذا كان مميز ويستطيع انه يصلي بهم امام، نعم يصلي لا مانع شرعا. فرض وسنه دكتور، يعني نعم فرض وسنه. لان احيانا كان السؤال ده كان بيجي على التراويح في رمضان يعني. لا فرض وسنه. اني سيدة عائشة كان لها مولى بيصلي بيها، وكان الحديث الصحيح لسبب يعني كان غلام ما كانش بالغ يعني لكن مميز، وكان بيصلي. فالعرب قديما كثير من البلدان ما يعرفوش ملابس الداخليه، الازار ما يعرفوش حكايه السراويل والملابس الداخليه اللي هي استجدت فيما بعد يعني. فسجد فقالت يعني امراه تصلي خلفه، واروا عنا است امامكم، يعني العوره بتاعته ظهر يعني. فده كان صغير في السن. بس هنا الحكم بيتكلم على يعني عوره بدت. طبعا هو ما عادش وقت، بس يعني طالما حضرتك ذكرت النقطه دي، يعني احيانا بعض المصلين مثلا بيكون لابس تيشيرت ضيق شويه يعني قصير شويه، او بنطلون يعني تفصيلته معينه، فاحيانا بيظهر يعني مثلا عوره الرجل احيانا في ساعه السجود او الركوع، هل الصلاه تبقى باطله في هذه الحاله؟ اذا يعني كشفت العوره فجاه ثم ستر نفسه الصلاه صحيحه. اما اذا استمر على العوره بهذا الشكل طبعا تبطل. لأن المفروض صح الصلاة ستر العورة. أي نعم. جزاك الله خير دكتور. في نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ دكتور عصام تليمة من علماء الأزهر الشريف، والشكر طبعا موصول لحضراتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.